بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة أنا حاجتين كبار قوي، هي الليلة الثانية من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام إجابة الدعاء، أيام رضا الله، أيام استجابة، أيام الرضا، أحب أيام لربنا في 365 يوم هم العشر أيام دول. وفي نفس الوقت الليلة دي ليلة جمعة، ليلة جمعة ليلة إجابة الدعاء، ليلة رضا من الله، أحب ليلة إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا الليلة دي بنجمع حاجتين مش هيجوا تاني في العشر الأوائل من ذي الحجة، ليلة جمعة وليلة يستجاب فيها الدعاء في ليلة الجمعة، وفي نفس الوقت هي من العشر الأوائل من ذي الحجة. حضروا كل قلوبكم، وبعد ما نخلص خلوا الناس تشوف هذا الكلام، خلينا نصحصح المشاعر ونقبل على الله ونروح له في أحب أيام ليه في السنة. اللي عنده دعوة كبيرة ما ينساش أنها بتخلص في اليومين دول. خلونا نبدأ ونعمل برنامج صغير أنتوا تكملوه بعد ما نخلص، نبدأ بذكر ثم بدعاء. تعالوا نذكر ربنا، ويحب الله أن تكبره تكبيرا في هذه الأيام. فتعالوا نقول مع بعض: نذكر الله ونكبره، وكبره تكبيرا، وربك فكبر، كبره في قلبك، كبره في حياتك. الله أكبر، 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 الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من همومنا وأحزاننا، الله أكبر من كل ما أصابنا، الله أكبر ممن ظلمنا، الله أكبر مما أصابنا، الله أكبر ممن أذانا، الله أكبر من الدنيا وما عليها، الله أكبر من كل ما نخاف ونحذر، الله أكبر، 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 الله أكبر. ثم نديا ليلة جمعة، وليلة جمعة يحب الله فيها أن احنا، ويأمرنا أن احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من علمنا الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من يأخذ بأيدينا إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبنا، اللهم صل على قدوتنا، اللهم صل على شفيعنا، اللهم صل على صاحب الشفاعة، اللهم صل على من علم البشرية الخير، اللهم صل على الرحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين تعالوا نحمد ربنا على هذه الأيام، أحب أيام لربنا في السنة، يحب من يذهب إليه شاكرا حامدا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بنعمة العشر الأوائل، الحمد لله بالأهل والولد والمال، الحمد لله العظيم الجليل، الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، الحمد لله فإياه نعبد وإياه نستعين، الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله بأموالنا، الحمد لله ببيوتنا، الحمد لله بصحتنا وعافيتنا، الحمد لله بالإسلام والإيمان والقرآن، الحمد لله بالعشر الأوائل. حمدنا ربنا وصلينا على النبي. تعالوا ننوي نية. نية ايه؟ نية: يا رب انا عايز اجي لك الحج السنة الجاية، نويت الحج ولكن لا املك ان اتي، فاكتبها لي. ممكن بنيتك دي يكتب لي أجرها، أجرة الحجة السنة دي، أو يخليني أحج السنة الجاية. نويت الحج، نويت الحج العام القادم، نويت الحج العام القادم، نويت من كل قلبي، وأنت الموفق والمعين، أنت الذي تدعونا، نويت الحج العام القادم، نويت الحج العام القادم، فأعني واستجب لنا، واجعلنا من حجاج بيتك الحرام العام القادم. انوي النية دي، وبرنامجي مشتاق للحج اللي كل يوم موجود، تدخل تشوفه يزود ويقوي نيتك على الحج، وهو هيبقى موجود تحت الفيديو دون إن شاء الله. تعالوا في الختام بعد البرنامج الصغير اللي أنا عملته معاكم واللي انتوا تكملوه بقى وتكبروه، تعالوا نختم بدعاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، جئناك في أحب الأيام إليك، جئناك مستغيثين ليس لنا سواك. اللهم أنت الكريم، تمن علينا بين الحين والحين بأيام تستجيب فيها الدعاء، وتقبلنا فيها، وترفع فيها ذنوبنا، وترضى عنا، وتكرمنا. اللهم إنك أكرمتنا بالعشر الأواخر من رمضان، وها أنت يا رحيم، يا كريم، يا كريم، يا كريم، تكرمنا الآن بالعشر الأوائل من ذي الحجة. اللهم إنك أخبرتنا أن خير الدعاء
دعاء يوم عرفة ودعاء هذه العشر الأوائل. اللهم لا ترد لنا دعوة، اللهم إننا مساكين فقراء ليس لنا سواك، اللهم حببنا في الإيمان، املأ قلوبنا بحبك، أذقنا حلاوة الإيمان، أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا في الأيام العشر من عبادك المحسنين، نعبدك كأننا نراك، اللهم اجعلنا ندعوك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نصلي كأننا نراك، اللهم اجعلنا نسجد بين يديك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نعامل الناس كأننا نراك، اجعلنا من المحسنين، اجعلنا في هذه الأيام العشر نخرج أفضل ما عندنا، اللهم اكتبنا من عبادك المحسنين، فأنت تحب المحسنين، وأنت تحب من يأتيك بإحسان، أنت تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللهم أعنا لنحسن في هذه الأيام العشر لتجزين بالإحسان إحسانا من عندك، وأين إحساننا من إحسانك، اللهم أحسن إلينا بإحساننا في هذه الأيام العشر، ارضى عنا، اكرمنا، استرنا، ارحمنا، اكتبنا من أهل الجنة، نور قبورنا لما نموت، نور قبور من مات من أبائنا وأجدادنا، اللهم اجعل أرواحنا تسبح بعد الموت بحمدك كما نسبح في الدنيا، اللهم اكتبنا الليل من أهل الجنة، اللهم يا رب أجب دعائنا كله ولا ترد لنا دعوة في العشر الأوائل من ذي الحجة، أجب دعائنا، حقق أمانينا، استجب لنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا ترد لنا دعوة يوم عرفة، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابعتوا البرنامج العبادي اللي عملناه دلوقتي الخمس دقائق دول، ابعتوها لكل الناس نفوق بها الناس وناخد ثواب كل واحد سمعها وأقبل على ربنا. وشوفوا برنامج مشتاق للحج، حلقة النهاردة كنت أنا وابني علي بنتكلم عن مشاعرنا في الحج، كل سنة وانتم طيبين، الله يتقبل الدعاء، يلا كملوا ركعتين وادعوا ربنا. شكرا يا جماعة.